بالأعلام اللبنانية جاءوا هنا ليعلنوا احتجاجهم مع أصواتهم الرافضة للاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الأراضي اللبنانية. هنا في هذا الاحتجاج تتعدد الأصوات والكلمات لتسمع رأيها إلى الرأي العام الأمريكي. تعالوا معنا نتابع فقرات من هذا الاحتجاج. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم. إن شعبي كله وطن مقاوم، ما ارتضى غير المعزة والمكارم. يا حبيبي بنتي كانت بجنوب، صار فيها ضارب، اللي قالت والله بدي روح أنير، أولادها مجوزين قاعدين بالسور، راحت عبينا راحت لعند أولادها، استأجرت أوضة وبدت تقعد فيها، قالت بدي روح جيب لي شوية أواعي، هي ورايحة لتجيب الأواعي حاجز كفرة، ضربت عليها الطيارة واستشهدت. كم طفل عندها؟ عندها 6 أولاد، عندها 4 بنات وعندها صبيان، بس إسا مهجرين كل من بديري، مهجرين أولادها. إيه؟ وصلكم الخبر؟ وصلنا الخبر هيك من التلفونيت وهيك، وصلنا الخبر يا حبيبي. ولا لا حسن حرب. أخ حسن حرب، فقدت في هذه الاعتداءات الصهيونية أحد من إخوانك أشقائك. نعم. كيف كان وقع الخبر عليكم؟ كيف كانت واقعة الاستشهاد؟ والله أول شيء نحن عنا شهيد، يعني على خي الحاج ربيع تاني شهيد نحن بنقدمه، مش أول شهيد، عنا شهيد بالبيت قبل. وصراحة يعني هي كانت صدمة، وبنفس الوقت يعني كنت حاسب هيدا الشيء، يعني نحن بالنهاية ببلد مقاومة، جنوب بنت جبال بلد مقاومة، وخي من الإخوان اللي ما تركوا البلد من وقت الأحداث ما بلشت الحرب من أكتوبر 7، وبعده صامد لليوم اللي استشهد فيه، ما ترك البلد ولا لحظة. والوضع يعني على الكل، لبنان كله يعني حرب مفتوحة على الكل، ما عم بيكون في تفرقة لا بالأديان لا بالأماكن ولا بأي شيء نهائيا. كيف تصف يعني صمود الشعب اللبناني الآن وهو يتلقى الاعتداءات المش منطقية ولا إنسانية يوميا؟ هلا الشعب اللبناني شعب صامد وشعب جبار، وكل عمره يعني بتقول عايش بهيدا الشيء، يعني ما في شيء جديد علينا، معودين على الشيء اللي عم بيصير. بس انه الشيء المختلف اللي عم بيصير هلا هو يعني القنابل اللي عم يستعملوها هيدي المطوره الامريكانيه، هيدا الشيء اللي نحن اللي منا معودين عليه. يعني قبل كنا نقعد بالبيت نتخبى، تنزل قذيفه بالبيت ما نحس فيها او نفكر نزلت برا بمكان ثاني، هلا لا بينزل البيت علينا وعلى اصحابه. الاعتداءات الصهيونيه الاسرائيليه في اليوم، مشاعركم وانتم توقفون هذه الوقفه شو بالضبط؟ يعني هذا صراحة ما فينا نوصفها، يعني إنه حزنانين كتير. أكيد بلادنا عم أهلنا عم يتقتلوا، بيوتنا عم تتدمر، شعبنا عم يتهجر. يعني قد ما نحكي ما فينا نوصف مشاعرنا صراحة. شو قلكم أهلكم وين هناك بالضبط؟ بالجنوب؟ في بجنوب، في عنا أهل بصيدا، في عنا أهل ببيروت، العالم يعني وين ما كان. yeah. نزحوا من الجنوب اتجاه البيروت؟ يا في ناس نجحت على صيدا، في عنا ناس نجحت على جزين، نحن لانه بلدنا على حدود يعني قضاء جزين. يوميا عبر الهاتف، كيف هي مشاعرهم؟ كيف ينقلوا لك الصوره هنا؟ يعني اي شيء بيطمنا عنهم، ناطرين اي كلمه. بس كلهم حرام، يعني انه بحاله يرسلها اول شيء للي صار، كل يعني كل اللي صار. وثاني شيء ما عارفين حالهم، يعني وين بدهم يروحوا وين بدهم يجوا. اذا قالت لي اختي ما في بيت اصلا، ما في مطرح فينا نروح عليه انه ممكن نلاقي امان فيه، يعني فشيء محزن صراحه، يعني محزن كثير. الله يفرج عنهم ويفرج عن جميع الامه العربيه والنصر باذن الله. I think the Arab community, Arab American community is very frustrated, disgusted with what's going on, and they feel they have the right to gather and express their anger and their anguish and their disruption in their life
they are suffering and they are in pain and this is good for them to gather and show their unity and their solidarity with the people in our homeland. نحن كجالية عربية هلا عم نكبر شوي شوي وعندنا هالقوة وهالقدرة هي كلها، لازم نبلش نتحرك بطريقة غير هيك، لازم نبلش ندخل بالسياسة، والحمد لله عم ندخل شوي شوي، بس لازم نطور أمرنا أكثر من هيك بكثير لحتى نوصل لمرحلة إنه نحن فينا نأثر على الدولة الأمريكية، فينا نأثر على الدول الأوروبية كلها، لأنه بغير هيك مش رح نقدر نحن نوصل للي بدنا إياه. تجمعاتنا مليحة وداعمة كثير، ولكن بدنا شوي أكثر. هذا النشاط اليوم كتير مهم للجالية العربية هون، كتير مهم إنه نجتمع كجالية بجميع طوائفنا بجميع أصولنا من أي بلد عربي حتى نحكي بصوت واحد إنه كلنا نقف مع أهلنا في لبنان، أهلنا في فلسطين، أهلنا باليمن، وفي كل أي بلد عربي يتعرض لهذه الحرب الهمجية من العدو الصهيوني والدعم الأمريكي اللامحدود للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والأمهات وجميع المدنيين الأبرياء في بلادنا. النشاط القادم راح يكون في الخامس من شهر أكتوبر، وهذا النشاط راح يكون في جميع أنحاء أمريكا. سوف يقام نشاط موحد في كل مدينة أمريكية فيها الجالية العربية ومناصري القضية الفلسطينية واللبنانية، وكذلك في بعض الدول الأخرى راح نحاول نعمل نشاط عالمي ووقفة عالمية مع القضية الفلسطينية واللبنانية وضد العنجهية الصهيونية والأمريكية في الشرق الأوسط. كيف تعبر عن شعورك وأنت تقف مع أبناء الجالية؟ نحن إن شاء الله واقفين مع أهلنا بلبنان، نحن منقول إن شاء الله الله ينصركم والله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وما حنقول إلا ما قال السيد، نحن ما عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر إن شاء الله. إيه. عندك أهل في بيروت؟ عندي خي ببيروت بس بمحل أمين، يعني كل شيء تمام الحمد لله، دائما كلنا متواصل مع أهل لبنان، مع الأهل، مع أولاد العام، مع الجميع. ايه حبيب القلب، الله يحفظكم ان شاء الله وينصركم. التجمع اليوم يعكس حماس الجالية اللبنانية لمساندة الشعب في الداخل، كيف تنظر الى هذا التجمع؟ هذا تجمع لازم كلنا نشارك فيه، وكل شعب له بالحق يساند بلده وشعبه ويحمي شعبه والدول الأمريكية اللي عم تساعد وتدعم بالسلاح وتدعم، لازم كلها توقف، وإن شاء الله النصر قريب والنصر قادم إن شاء الله. بينما هب الجنوب لكي يقاوم ذلك لخليفه يكتب عن ارضنا ارض الملاحم. So I'm really glad to see everybody together supporting each other. Yeah. What your wishes for the Lebanese people? Oh goodness. I wish them peace. I wish a just resolution to the Palestinian question. Yeah, I guess. I wish for the Americans to declare an arms embargo on Israel. I think that's one very concrete way that we can bring this craziness to an end. Our American leaders, unfortunately,
They say nice words about wanting a ceasefire, but their actions are empty, and I think it shields their agenda, which is to continuously support Israel, which is, I'm afraid, just a dead end. And I think there needs to be a just resolution. I'm proud, but at the same time, I'm sad. إنه شعبنا عم ينقتل for nothing basically. إنه they're very innocent people وعم يموتوا بدون سبب. Stop the fighting. We want peace. We want peace for humanity all over the world basically. الشعور العام في إحباط. أول شيء في طبعاً في حزن في زعل على الوضع اللي عم يصير بلبنان. إنه هذا شيء بديهي وشيء طبيعي للحجم الإجرام الصهيوني اللي عم يرتكبوه. أصلاً النقمة هي من قبل من وقت ما بدأت الحرب على غزة في نقمة من وقت ما بلش انضرب اليمن وهلأ على لبنان بشكل كتير كبير. بس ولكن الإحباط هو من تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذا الموضوع. وهذه الصرخة وهذا التجمع اللي أنت شايفه هلأ هو بوجه الإدارة الأمريكية الحالية. نحن على موسم انتخابات ونحن عم نوصل صوتنا للإدارة الأمريكية إنه نحن لن ننتخب هذه الإدارة المجرمة الضالعة بهذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب اليمني وكل الشعوب العربية بشكل عام. هلا هذه مسألة بحث في أوساط الجيل. عندنا مشكلتين. عندنا المعضلة الأساس إنه بدنا نبعد خطر ترامب وفي نفس الوقت لا نريد أن ننتخب كامالا هاريس. فهذه معضلة. يعني نحن لن ننتخب هاريس وسنتمنى أن يخسر ترامب. يعني هذه معادلة فارقة للأسف إنه نخير بين الأسوأ والأقل سوءا أو بين الأشد سوءا والأقل شدة. ليس هناك مجال للمقارنة بين الجيد والأفضل من الجيد. هناك قاعدة في الولايات المتحدة السيء والأسوأ. يعني للأسف هذا هو المشهد سوداوي جدا على صعيد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ضغطنا على بايدن وكانت يعني الحملة التي قام بها العرب بشكل كبير بحملة الانكوميتد اللي هي أنا غير ملتزم ساهمنا بإخراج بايدن من السباق الرئاسي وضغطنا عليه وكنا أحد العوامل الأساسية التي أخرجته من هذا السباق. ولكن للأسف الإدارة ما زالت على موقفها بدعم المجرم نتنياهو وبدعم إسرائيل. الرئيس بايدن للأسف يفضل مصلحة إسرائيل على مصلحة أمريكا وهنا المشكلة لأنه صهيوني بالعمق بالأيديولوجيا بالتفكير. وكمالا هاريس هي شخصية ضعيفة جدا يتحكم بها إدارة البيت الأبيض الحالية من المستشار الأمن القومي ووزير الخارجية. هذا الطقم الذي يتحكم بعقلية الإدارة الأمريكية وبكمالا هاريس. إن تاريخ الإدارة غيرنا يكتب على هنا في هذا التجمع تقول الجالية اللبنانية والعربية كلمتها الرافضة للاعتداءات الصهيونية على لبنان. تلك الكلمات والأصوات موقفها واحد ثابت يتلائم مع الموقف الوطني اللبناني. جعفر الموسوي العراقية الإخبارية من مدينة ديربون شمال الولايات المتحدة.